الزراعة الرقمية هي استخدام تقنيات وأدوات المعلومات والاتصالات والمحتوى الرقمي في العملية الزراعية وتحسين أداء العملية الزراعية من محاصيل وثروة حيوانية وثروة سمكية، بالإضافة إلى زيادة فاعلية سلسلة القيمة الزراعية. المشروع كان بيستهدف الفئات الشابة وبالإضافة لإعطاء أولوية للنساء اللي مهتمين بمجال الزراعة الرقمية. هلا رغم الصعوبات اللي نحن بنعاني فيها بسوريا في عنا نقاط قوة، فكان نحن بلد زراعي بامتياز، بالإضافة لأنه عنا شباب سوري مؤهل بشكل علمي جيد لقادر يلعب دور قيادي وفعال في مجال ريادة الأعمال وبالأخص الزراعة الرقمية. فكان دور الفاو لحتى توجه الشباب بشكل عام والنساء بشكل خاص ليشتغلوا بمجال تطوير الزراعة والترويج لمفهوم الزراعة الرقمية.